شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير والصحة والسلامة يا رب. اليوم أكمل جولتي وياكم، وهسه رايحين المطعم كلش كلش حلو، مطعم غريب عجيب من نوعه. خليكم وياي وتابعوا الفيديو، بس قبل كل شيء لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، لأن صراحة دا أصور ودا أتعب وعلى مود تشوفون وتستفادون وتستمتعون، فأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك، وشكرا لكم، وخليكم وياي وتابع الفيديو. هسه اجينا مكان كلش حلو، مطعم كلش كلش راقي وخرافي، اسمه جازيلر درسي. طبعا هنا مشهورين، هنا مزارع السمك، يطلعون السمك من هنا قبل يروحون يودوها يشوها هناك. طبعا مثل ما تشوفون المطعم مبين فشي كلش حلو وراقي، والاجواء هم كلش مبينة حلوة، فخليكم وياي ونتابع نشوف ايش عندهم ايش ما عندهم، وخلوا تابعونا. شوفوا هنا السمك، شوفوه قدام عينكم. طبعا هذا سمك السلمون يسموه، خلي اقرب لكم اياها. بالتركي يسموه البالك. خلي اقرب لكم الصوره. طبعا هذا يسووه بالدهن، يقلوه بالدهن. شوفون شلون من الماي راسا قبل للنار للطابه يقلوها. شوفوا هاي مزارع هنا كلها يعني الماي مال السمك، تمام. بس المكان ما شاء الله ما شاء الله، يعني والله ما اعرف شو اقول لكم، يعني وين ما دا اروح مكان حلو، والمطعم هذا اجواء مبينه كلش كلش حلوه. شوفوا هاي همينة هنا مامي. يلا تعالي شوي. هاي حاطين صور الفنانين هنا. بعض الأسماك هنا. شوفوا هاي هنا مكان، يعني أنا كلش كلش حبيت هذا المكان. يلا تعال. تبع البطاط. وطبعا هذا قبل من مئات السنين كان عبارة عن وادي، كان مشهور هذا المكان، يعني هسه يسوون المطعم بيه كان عبارة عن وادي يشتهرون بيه، كانوا يسوون السحر وشعوذات وهالسوالف، يجون يسووها هنا بهذا الوادي، يدفنوها يسووها وهيجي شيء، فلهذا سموا هذا المطعم، سووه وسموه باسم المكان جازيلر دراسي، يعني وادي السحرة. وهسه أنا هنا صاعدة الغرفة المذكرات أو الذكريات، هي شيء يسموه. هسه شوفوا أو شوفكم إياها، يقولون أي شيء تكتبوه يصير. طبعا هنا هسه أنا صعدت هاي الغرفة، يسموها هاتيرة غرفة، تقدرون مثل ما تقولون غرفة ذكريات. أي واحد يزور هالمكان يكتب ورقة أي ذكرى هو يحبها، وها هي. طبعا أنا اليوم راح أكتب ذكرى كلش حلوة ان شاء الله. زين عندي سؤال، ليش عاجبك؟ شوفوا هي هاي غرفة هاتيرة غرفاصة أو غرفة الذكريات مثل ما تشوفون، يقولون أي شيء تتمنوا تكتبوه يصير بعد ما أعرف. وهذا الأجواء على المطعم من هالطرف من الداخل، ونروح نكمل جو ليتنا بهالمكان الحلو. خليكم وياي.
وهذا بجانب المطعم طبعا، هذا المطعم وهاي الغرفة مات الخاطرة، غرفة غرفة الذكريات. ومن هنا راح نصعد على الجانب الأيسر من المطعم، هاي هنا نسوي مرجوحة يتمرجحون. وهنا همين الشلالات موجودة. هاي كلها غابة خضراء. وطبعا المكان هذا مكان المطعم صاير بمنطقة اسمها يمرة، عايدة لطرابزون، تقريبا تبعد عن المركز تقريبا اتصور 45 دقيقة هيك شيء. مكان يستحق الزيارة واتمنى تزوره. طبعا المطعم بكذا جناح، وعندهم قاعدة عربية همينة، وعندهم مثل ما تشوفون هاي القعدات، وعندهم عبارة عن غرف معزولة، كل غرفة معزولة وحدها، يعني كذا جناح اكو. راح نغير مكاننا، يمكن راح نروح نقعد غير مكان، ما عجبني شوية هذا المكان. طبعا هاي الاوراق اللي تشوفوها معلقه بالفياطين وعلى الباب كلها امنيات وذكريات كاتبيها ومعلقيها. راح نصعد نقعد فوق هناك. راح نقعد هنا، عجبتني القعده هنا، اختاريت هذا المكان. راح نقعد هنا يا دعنا ماماتي. شوفوا هنا بالأحواض، تشوفون السمك هاي مسويها كلها أحواض وبيها سمك. هسه راح يطبخ لنا، يسوي لنا سموكه. انا على ابوك يا سموكه. وي كيف عليك؟ ليش؟ هو جاي على ايدي. اوفا اوفا يموت. هذا يروح يسوي لنا اياه حتى ناكله. ماما يموت، والله يموت. تقول الدين يموت. ماما الله يموت، الله اللي وهاي هنا وصلت أول وجبة عندنا اللي هو سمك بالصوص. واو شكله مبين روعة، مبين فيتشي. وعندنا هنا همنا هذا الطبق الثاني همينة عندنا، هذا السمك بدون صوص هذا، وهذا بالصوص. وهاي هنا عندنا الكفتة اللي جبتيه. يلا هاي الكفتة، هاي الزلاطة، وهنا السمك أبو الصوص والسمك بدون صوص. خليكم وياي ودا نجرب. وهاي همينة قاور ما يسموها، كلش طيبة همينة. ونجرب السمك أبو الصوص نشوف شلونه. طيب، بس أنا أحب الملح بالأكل طبعا، معروف اني اكلي مالح. اوكي هسه انطيش، اخلي ملح حتى السمكايه تطلع اطيب. طبعا كلش حار، بيه بصل وطماطم.
جديدة. نشوف همين نجرب بعد. سمش تازة كلش كلش طيب. وبما انه الجو بارد وببرودة وهاي فش نسوي؟ نشرب شاي على مود شوية ندفي جسمنا لان يعني الجو شوية ببرودة، نسمة برودة كلش طيب، نسمة برودة يعني مو بارد، وانا ابي نسمة برودة. طبعا هسه من نظلم اللي راح يشغلون الاضواء مع المطعم والمنظر يصير كلش حلو يخبل، راح اخلي لكم اياه تشوفوا. مطعم غريب شكله عجيب بشغلات غريبه. تشوفون خالين هاي السحاره الشحروره اللي ما اعرف منو، هالشغلات مال سحر يعني عايده للسحر هالشغلات يعني. شو تريدون الشغلات قديمة تلقون هنا بهالمطعم، فمطعم كلش غريب. هاي الطابعة شقد قديمة. هذا جنيد أركان من الأتراك المشهورين يعني. هلا 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 بكرة دوا يا ساحرة الشريرة. كلها ادوات قديمه، كلها ادوات قديمه ما ادري شو تريدون تلقون بيها. تعالي، وش وين تروحين؟ لا أسوق سيارة.